وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: متى رأيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال مجاهد في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. وفي الصحيحين أن رجلا قال لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حينما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن الخلف، قال الرجل: وما بأس هذا؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ والله لا أكلمك أبدا. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد قال في مثل هذا: والله لا يغلني وإياك سقف واحد أبدا. الله أكبر. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله في تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف هي حال أمتنا اليوم؟ الله المستعان. لقد خلفت خلوق تعرف منهم وتنكر، جعل بعضهم كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلفه ظهريا، وساروا وراء ما تمنيه عليه أهواؤهم، فحكموا العقول على أدلة المنقول، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله.